تنضم إلينا من بغداد مراسلة القاهرة الإخبارية هبة التميمي. هبة، إذا أرحب بك. يعني الفصائل العراقية المسلحة استهدفت قواعد أمريكية أكثر من مرة ربما في الآونة الأخيرة، ما حصيلة ربما هذه الاستهدافات انتهاء بآخر استهداف لأحد القواعد الأمريكية؟ نعم يا فيروز، بداية تحية طيبة. 66 هجمة على القواعد الأمريكية، وأكثر من هذه الهجمات يوم أمس شهدت هجومين أيضا في قاعدة الحرير في شمال العراق في أربيل بطائرة مسيرة، ومن ثم يعني في وقت أيضا منفصل تم أيضا استهداف هذه القاعدة مرة ثانية، يعني أقل من 24 ساعة استهداف هذه القاعدة مرة ثانية، قاعدة الحرير في شمال العراق في أربيل. وبالتالي بعد هذه الهجومات المستمرة على القواعد الأمريكية، كانت أيضا يوم الثلاثاء كان يعني هناك استهداف ل يعني الفصائل المسلحة من قبل القوات الأمريكية الموجودة عند سريع أبو غريب بطائرة أيضا مسيرة قصفت رتلا عسكريا حامل أعتدة وأسلحة، وكذلك قصفت هذه السيارة، وكان هنالك يعني إصابات وأيضا استشهاد عدد من الموجودين في هذا الرتل العسكري الذي قصف من قبل القوات الأمريكية الموجودة في العراق. وفي اليوم التالي أيضا تم قصف مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في شمال بابل، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 أشخاص في هذا المقر. ومن ثم هنالك كان موقف للحكومة العراقية بعد هذا القصف لمقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر، كان الموقف الحكومي شديد وصارم، وقال أنه ندين هذا الهجوم على الاستهداف على المقرات للحشد الشعبي، وأن هذا انتهاك للسيادة العراقية وانتهاك للدستور والقوانين العراقية الموجودة في هذه الاستهدافات المتكررة. وحتى أن حزب الله، كتائب حزب الله، أعلنت أنها ستوسع دائرة الاستهدافات على القواعد الأمريكية من خلال استهدافها على المقر للحشد الشعبي، وأنها ستوسع دائرتها من خلال أيضا حتى الأسلحة التي تمت يعني مهاجمة القواعد الأمريكية في العراق، خصوصا قبل آخرها كانت قاعدة عين أسد. من بعدها تم الرد على هذه الفصائل، كانت الأسلحة أسلحة جديدة وحديثة بصواريخ باليستية قصيرة الأمد، مما أدى إلى غضب القوات الأمريكية واستشهاد أيضا 8 جنود في قاعدة عين أسد في غرب الأنبار، مما أدى إلى غضب من القواعد الأمريكية والقيادة الوسطى الأمريكية للهجوم على هذه الفصائل، ورد على هذه الفصائل من الهجومات ومن الاستهدافات المتكررة على القواعد الأمريكية في العراق. فبالتالي كان الموقف موقف العراق لحد هذه اللحظة هو موقف يدين بهذا الهجوم على منطقة جرف الصخر، لأنه يعد انتهاكا للسيادة العراقية ول انتهاكا للدستور العراقي، وأنها تقول أن هذا الاستهداف لم يكن الحكومة العراقية لم تكن لها علم بهذا الاستهداف، وأنها حتى يوم أمس كان هنا اللقاء مع وزير الخارجية العراقي مع السفيرة الأمريكية ألينا رونامسكي، وتحدثا عن هذا الانتهاك الذي يعني انتهكه القوات الأمريكية في العراق للمقر الحشد الشعبي، وقال أنه يجب أن تكون هناك عقوبات لهذه الانتهاكات، وأن الحكومة العراقية هي التي تحدد ومدى أنه هذا الاستهداف هو استهداف غير صحيح واستهداف أنه يعد انتهاكا للسيادة العراقية. نعم يا فيروز، شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة من بغداد.